بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسل الله الكرام. ربنا اجعلنا معاول بناء ترضاه لخلقك يا ربنا، واجعلنا معاول هدم لتيارات هدامة لشرعك، آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركات ورضوان، ولا عدوان إلا على الجاهلين، بالتمام بالتمام. الله أكبر في كل زمان ومكان. نعاود الآية، يعني بالآية نرجع لها، لأن حقيقة وزن ثقيل تبين منطق الغافلين، اللئام اللا كرام. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. هذه ماهيش عند أمومة فقط، من أصل الدنيا. قابيل كان في نفس الاتجاه، خو ما يصلحش، خو أنا، ورغم سبق بحسن خلقه مع الله وسبق بالسماح مع أخيه، ومع ذلك هابيل لا يصلح أن يكون مصاحب لقابيل. إذن فبرر قتله لأنه غير صالح للحياة. شوفوا بالضبط، من البداية الشيطان يخدم خدمة هدامة، بعد خدمته الهدامة فدلهما الشيطان بكلية، قال لهم ملك لا يبلى، شجرة الخلد وملك لا يبلى. دلهما أبوانا هبطوا من عند الله، ما عادش عندهم قيمة، لأنه عصوا الله. قال خذوا من الجنة أي غلة تحبوها، أي شيء هنيئا مريئا، ولا تقرب هذه الشجرة. الله يتكلم، قال لا تقرب كلمته، لا تقرب الزنا، إنه كان فاحشة سبيل الناس. كل أغلب الكل كرب، ولا عجم، والكل كل ماشيين، كان قطع رقبته. هذا كان يحشنا به الغلة المحرمة، هذيك الثمرة والشجرة المحرمة احنا عشنا بيها. ما يقولوا لنا علاش انتم لا تعسى، وجبال فوق جبال من الأدوية، لم تقضي حوائجكم لتخلصكم من وبال القلق والهلع والانهيار العصبي الذي يؤدي في بعض الأحيان إلى الانتحار، الذي سيستمر إلى ما لا نهاية له في جهنم وبئس المصير. نسأل الله السلامة.